ثم يذكر نعمة ومنة سابعة، قال: فلبثت، أي بقيت ومكثت سنين في أهل مدين، 10 سنين، ثم جئت، أي رجعت إلى مصر، على قدر يا موسى. أيضا يذكره كيف أن الله يسر له أن يصل إلى مكان آمن وإلى رجل صالح عاش معه وزوجه وأعطاه من المال ما أعطاه. هذه النعمة ومنة. كم واحد منا مر بظروف عصيبة وابتلاءات، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه بنفسه، وأنجاه بأولاده، وأنجاه بذريته، وأنجاه بماله، ورزقه الصحة والأمن والأمان والاستقرار. هذه منة ونعمة ينبغي للعبد أن يتذكرها دائما فيشكر الله عز وجل على هذه. وهنا قال له: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر، أي جئت ليس صدفة وليس مصادفة، وإنما كل شيء، كل أفعالك وأحوالك وسلوكياتك وطريقك ورجوعك مقدر. سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا الرجوع مقدر، فالابتلاء الذي مررت به مقدر، والفتنة مقدرة، والمصيبة مقدرة، والهموم مقدرة، وكل ظروفك وأحوالك مقدرة، وسفرك وانتقالك وارتحالك واستقرارك كله مقدر. قال: ثم جئت على قدر منا، على قدر من الله يا موسى. لذلك ينبغي للعبد أن يؤمن بقدر الله عز وجل، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولا تقول: لو أني فعلت كذا، لو أني ذهبت إلى البلد الفلاني، لو أني تزوجت المرأة الفلانية، لو أني لم أنجب هذا العدد من الأولاد، لو أني اشتغلت في المكان الفلاني. لا تقل ذلك، لأن هذا سيفتح عليك باب الشيطان وسيعيد عليك المآسي والهموم والأحزان، ولا تنتفع من شيء. الله عز وجل قدر لك هذا فرضا بقضاء الله وقدره، واعمل وتكيف مع الواقع والبيئة التي أنت فيها على أن تطيع الله سبحانه وتعالى، ولا تنظر إلى من حرفته الفتن وحرفته الابتلاءات عن طريق الله عز وجل. فكل شيء بأمر الله عز وجل، بل كل موقف وكل حركة وكل ساكن هو بأمر الله وبحكمة، كل ذلك بقدر وبحكمة من الحكيم.